طبعا احنا مكملين معاكم برنامجنا يوم جديد مشاهدينا. بدنا ننتقل لزميلنا احمد ابو حماد بالميدان. يسعد صباحك يا احمد. نعم، صباح الخير هبة، وصباح الخير كاتي، وصباح الخير لكل فريق برنامج يوم جديد. بنصب عليكم مرة أخرى وعلى الهواء مباشرة من محافظة العاصمة عمان. اليوم رح نتحدث عن عاداتنا وتقاليدنا الأردنية والعربية الأصيلة المتوارثة بين الأجيال وبين الآباء والأبناء، وهي من أهم الموروثات التراثية القديمة واللي بتعكس تاريخنا وتراثنا وهويتنا الوطنية وأيضا عراقة بلدنا الحبيب. اليوم رح نكون بضيافة معزبنا الشيخ عبد الكريم حويان. نقول لك صباح الخير ويعطيك ألف عافية أنت وضيوفك الكرام. طبعا مشاهدين، اليوم رح نتحدث بكل ما يتعلق بإرثنا وهويتنا التراثية. طبعا مشاهدين، هناك العديد من الموروثات التراثية أصبحت مهددة بالانقراض، ولكن لسه رح نحافظ عليها ومتمسكين فيها ورح نورثها لأبنائنا، وهي عنوان للأصالة والشموخ والفخر ورمز من رموز الكرم والطيب والجود. رح نكون الآن مع معزبنا الشيخ عبد الكريم الحويان لحتى نتحدث أكثر عن هذا الإرث الحضاري وموروثنا التراثي. أبو سامر يقول لك صباح الخير ويعطيك ألف عافية. الله يسامحكم، بنور النبي. بس خليت نزلنا الكمام عشان الصوت. احنا والله عشان أمر الدفاع محافظين الحمد لله. والله يصبحكم بالخير ونصب على البرنامج ونصبع على كل الأردن، والحمد لله الله أنعم علينا. من 5 سنين ما جانا ثلج، والحمد لله من فضل الله فرح الشعب كله وفرح سيدنا الله يطول عمره، ونصبع عجلة الملك وولي العهد وعجلة الملكة، والحمد لله الشعب كله انبسط بخير بهذا الثلج، والحمد لله إن شاء الله أن تكون فاتحة خير على هذا الوطن ويذهب عنا هذا الوباء، وإن شاء الله نظل دايرين بالنا على التباعد الاجتماعي ويبعد عنا هذا الوباء المرض اللي هو أثر على هذا الوطن الغالي. نعم. الله يصبحكم بالخير. الله يصبحك بالنور. أهلا وسهلا بكم. الله يبارك فيك. أول شيء أنا بدي أرحب بجميع ضيوفك واللي موجودون معنا من العائلات والعشائر الأردنية، فأهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك، وأيضا عازف الرباب اللي موجود معنا. شيخ أبو سامر، بدنا نحكي عن أهم الموروثات التراثية اللي تربينا عليها، يعني كانت نتورثها من جيل إلى جيل وصلتنا في الوقت الحاضر ولسه محافظين عليها. تنوعت بين القهوة العربية الأصيلة، بيت الشعر، الزي التقليدي، وأيضا الجاهة، العطوة، الفرس، الفروسية، تربية الخيل، العديد موروثات التراثية، واللي الآن للأسف يعني بعضها مهدد بالإنقراض، ولكن احنا متمسكين فيها لأنها إرثنا العربي والديني والأصيل اللي احنا بنستمتع فيه ويعني محافظين عليه. بدنا نحكي شوي عن هذا الإرث الحضاري. أول شيء الله يسعد صباحك وصبح على الوطن الغالي. أنا بدي أشكر شباب عشيرة الحويان اللي هبوا بهذا الأوضاع اللي هي الثلج اللي جت، وهبوا على الفقراء والمساكين ودار بالهم عليهم وما قصروا معهم، ولازم كنا احنا نكون يد واحدة مع بعض وندير بالنا على جيراننا اللي هم المحتاجين. وهذا البيت الشعر زي ما انت شايف أرث أبائنا وأجدادنا، والحمد لله رب العالمين محافظين عليه، وإحنا ننصح الشباب والجيل الجديد يدير باله لأنه هذا أرث أبائنا وأجدادنا. وهذا بيت الشعر يعني كانوا زمان يسكنوا به العرب، ولا يزال يعني في ناس لحد الآن رحلوا يسكنوا يوم الشتاء ينزلوا تحت يبعدوا عن السيول والوديان وبالصيف يطلع على الجبال ويدير بالهم من السيول هذه والأودية اللي ده. وهذا البيت الشعر يعني رمز للوطن، وكانوا زمان يعني ما يستغنوا عنه للأعراس اللي لما يصير عند الواحد عرس زمان كان اللي عنده بيت شعر ينطي للي يصير عنده عرس ويزم الفراش ويفزع له، وبالعيد الخيل يساووا مسابقات على الخيل واللي يفوز يزغرت له النشميات ويهله، ويظلهم بيوم العيد يطاردوا عليهن. جميل. اي والله. وهذا القهوه اول شيء تفك الدم وينطلب عليها العرايس ويطلعن عليها النشميات، والقهوه من عاداتنا العربيه الاصيله ما نستغني عنها زي ما انت شايف احنا يوميا الحمد لله يعني رب العالمين. كل بيت أردني وعربي كل يوم تنعمل. أي نعم. أي والله عند النشامة اللي شرواك ولا تهون الشيوخ اللي سامعين. نعم. والجهات والعطوات هذا يعني لما يبتلي واحد الله لا يبتلينا يجي يدخل عليك يحط قدامك فنجان القهوة ويقول لك داخل على الله وعليك،
وانت الحمد لله تقول له اهلا وسهلا بيك وصلت وتمشي بيه لا سمح الله الله ابتلاه بحادث سير او ذبح له رجل او اشي ابتلاء من الله عز وجل او صارت معاه مشكله احنا نتحرك من هنا. اول شيء الامن العام ياخذ العطوه 3 أيام و3، بعدين احنا نقبل على اهل اللي صار معاهم المشكله ناخذ منهم عطوه عشائريه ولحقنا الدماء. جميل. زي ما امرنا الله والرسول عليه الصلاه والسلام. جميل. ايوه. طب نحكي شوي عن تربيه الخيل الفروسيه، تربيه الابل الماشيه، هاي كمان من الامور اللي كانت متواجده. أيوة. عندنا منذ القدم والازل ولسه محافظين عليها، خصوصي الفرس والفروسيه لها هيك رمزيه خاصه. نعم. الفرس من الفارس، كمان تربيه الابل لانها كانت لها قيمه كبيره عند. نعم. العرب، ولسه الحمد لله رب العالمين كثير من مربين الابل موجودين ومحافظين عليها ايضا. والله يا أول شيء الفرس والخيل هذه موارثة، يعني أصايل، يعني يظلهن ولدا وهي يعني يظلهن ماشيات وإحنا ما نستغني عنهن. ليش؟ لأنهن هذولا يعني خير يكون على البيت اللي هن عنده أو اللي ربيهن، له أجر عظيم عندها الخيل. وبعدين الإبل نفس الشيء، الإبل فيها سبحان الله حليبها شفاء، حليبها يعني كله شفاء، استخدامات كثيرة. وبعدين سبحان الله الإبل إذا ربت عندك تصير تعرفك، وإذا رحت ظهرت يعني تدور عليك وين صرت وهيك، يعني سبحان الله مثل البني آدم. والخيل نفس الشيء، إذا غاب عنها رعيها يعني تحن له. أيوة. تعرفه. وسبحان الله هاي مهنة أصايل، وظل يعني خلص سبحان الله من قديم الزمان ويربوهن. نعم. شيخنا ابو سامر، يعني كمان يعني شايف الازياء التقليديه من العبايه والثوب والشماع والعقال. نعم. ولسه الحمد لله رب العالمين متوارثه ايضا هاي الازياء التقليديه لسه محافظين عليها، وشيوخنا اللي موجودين معنا اللي موجهين لهم تحيه صباحيه لسه. نعم. متمسكين فيها، واحنا كمان ان شاء الله راح نظل متمسكين فيها. بدنا نحكي عن زي التقليدي. الزي التقليدي هذا لباس أبانا وأجدادنا ما نستغني عنه، العباء يلبسها شيخ العشيرة والمختار، وسترة للعروس لما تطلع، لما يجي يأخذ العروس يلبسوها العباء لأنها سترة، العباء تسترك تستر العروس. سبحان الله يقول لك ما تطلع العروس غير وإن عباة الخال. نعم. يلبسوها عباة الخال، وهذا زينا ما نستغني عنه، زي أبائنا وأجدادنا قديما يعني ما نستغني عنه أبدا. جميل. بدنا نحكي شوي عن الأفراح، يعني الآن بجوز صار في أماكن وقعات وبعض بجوز تغيرت شكل كامل الأفراح. أي نعم. بتحكي الأفراح كيف كانت زمان؟ زمان كان العرس يقعد يشروا، اسمه يشروا، يقعدوا 40-50 يوم هم يرقصوا على الرقصات يسروا، والنسوان العرب اللي حواليهم يصرن من الفجر على بيوت الشعر ويساعدن الخبزات اللي يخبزن. وكل واحدة تأخذ معاها طحينها وكل شيء، وكل واحد ياخذ معاه خروفه ويمشوا ويروحوا عندهم 40-50 يوم هم يرقصوا للعرس، مو زي هسه 2-3 يوم وخلاص. يعني كانت فيه الفرحه. كانت السعاده، كان كل يشارك. طبعا. بدنا نحكي عن الفزع، يعني ما يميزنا. انا بحكي عن الفزع، ما يميزنا احنا. والعرب بشكل عام والاردنيين دائما فزعتنا، دائما واقفين بالشده. أينا. دائما واقفين مع بلدنا مع عائلاتنا بالفرح بالعزله سمح الله. بدنا نحكي عن هالفزعه عائلية دائما حتى بالزيتون. نعم. بس بالزيتون الكل بجد، الزيتون الكل بفزع كل. نعم. موجود بالفرح بكل. بدنا نحكي عن هذا، يعني هذا الموروث الأصيل فينا واللي احنا ان شاء الله راح نظلنا محافظين عليه. زمان كانوا اذا في حدا عنده عرس مو بيت واحد ما يعزم. الان في يجوا لحالهم. هسه لازم تودي له كرت ولازم تعزمه ولازم تحكي معه، يفزع ياخذ بيت الشعر، ياخذ افراش ياخذه وينطيل لاهل العرس، وشو ما عنده خيل يقدمه عنده لما يخلص العرس، النياق ياخذهن يخدمن. النياقه كانت زمان يحطوا عليها الهودج العروس يزفوها، مو زي هسه صيرت يحطوا العروس على الهودج ويزفوها زمان. جميل. وياخذوا الفراش وياخذوا قهوه معاهم وياخذوا الحلال اللي هي النقوط. نعم. ويفزعوا زمان وياخذوا القهوه معاهم، واللي عنده تمر ياخذه معه،
ويبنوا بيوت الشعر هذه اللي بيوت الشعر تلاقين 5-6 بيوت مبنيات بجنب بيت المعزب راعى العرس. نعم هي نعم. فزعة هاي تلاقيها جميل. أيوة. طيب احنا كنا نتحدث عن بيت الشعر ويعني بجوز من مكملات بيت الشعر وجود النار والإدلال وأيضا أنك تحمس القهوة العربية الأصيلة. بدي تحكي عن هذه الأجواء أيضا وجود أقدم الآلات الموسيقية اللي انعرفت بحياة البدو والبداوة. أيوة. اللي هي الرباب وإحنا بنحيي عازف الرباب اللي موجود معنا بنصب عليه. بدنا نحكي عن هذه الأدوات وأيضا المهباش كمان كان موجود كان يجوز يسر من الفجر لحتى يعملوا القهوة. أي والله أول إشي يدقوا القهوة على المهباش وبعدين يحمسوها على النار ونحطها بهالدلة ونسويها ولا يزال إحنا موجودة لحد الآن يعني جميل. ما نستغنى عنها. نعم هاي صافي ما تغيرت شوية يجيبوا المونينكس ويخلطوها عليها وخلص رغم تغير بجوز الأشكال والأدوات هي ولكن أطيب إشي لما يسووه على النار. نعم لها نكهة لها نكهة خاص سبحان الله. صحيح شيخنا أبو سامر بنهاية حديثنا بدي توجه رسالة صباحية من خلالك لشبابنا والجيل القادم للمحافظة على هذا الإرث الحضاري هذا الموروث التاريخي هذه الهوية الوطنية اللي انعرفت عند العائلات والعشائر الأردنية ولسه محافظين عليها وأيضا للمستقبل حتى ظلها موجودة تنوع بين كثير من الموروثات التراثية والعادات والتقاليد العربية الأصيلة واللي الحمد لله رب العالمين لسه موجودة. رسالتك الصباحية لكل حدا بسمعنا الآن. أول شيء الله يصبحهم بالخير صبح على كل الوطن الغالي وأول شيء لازم يحافظوا على هذا الإرث لأنه إحنا هذا ما نستغني عنه ورث أبائنا وأجدادنا يعني إحنا بالعاصمة يعني قليل ما تلاقي بيوت شعر. نعم. أنا عندي ديوان هري رسمي بس لكن أنا هانا قاعدتي وكل شيء هانا لأنه هذا بيت الشعر ما استغني عنه لأنه خلص سبحان الله مشينا عليه من قديم يعني وصحينا عليه نظل ماشيين عليه وندير بالنا عاداتنا وتقاليدنا ما نغيرها ولما تيجي الجاهة يعني مرات إحنا نروح على عرب نتغلب معاهم وفي يعني كمان دخلت شغلات جديدة على العشائرية لازم يدير بالهم ما يغيروا فيها يعني كمان وفي ناس دخلت على الشغلة هاي جديدة اللي هي الجاهات والعطوات لازم زي ما انسنت قديما تظلها زي ما هي تظلها ماشيين عليها وأنا أنصح الشباب إنهم يظلهم ماشيين على هذا الإرث العرب الأصيل وعلى أهليهم زمان كيف كانوا يمشوا زي ما تعلمنا وزي ما تربينا يعني زي ما صحينا على هذا اللي احنا عليه يظلهم ماشيين عليه ويدير بالهم على العشائرية لأنه العشائرية هي صمام الأمان بالوطن العربي. كل الشكر لك ويسعد صباحك الله وشكرا على هذه المعلومات الرائعة والجميلة. حكينا شوي بجوز مشاهدينا بحديث صباحي شيق مع الشيخ عبد الكريم الحويان أبو سامر واللي استقبلنا في بيته اليوم لحتى نحكي عن بعض الموروثات التراثية وعاداتنا وتقاليدنا لتنوعت بين الكرم والطيب والجود والأصل والشموخ والفروسية والجاه والقوة طبعا كلها رموز وعناوين تفردت فيها العائلات والعشائر الأردنية وأيضا تاريخنا العربي الأصيل. برجع بكرر تصبيحتي وتحيتي الصباحية لجميع شيوخنا وعائلاتنا اللي موجودين معنا اليوم منذ ساعات الصباح الأولى ورح أيضا عازف الرباب رح ننهي مع اليوم لقائنا ورح نسمع منه بعض الكلمات والقصائد الصباحية مع الربابة ونقول لك صباح الخير يعطيك ألف عافية وبنخلي معك الهوى وبالصوت وبالصورة وتعزف لنا على هذه الآلة الأقدم بجوز عند العرب وأيضا انشهرت في حياة البدو والبداوة. يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية والآن الهوى معك كل الشكر لك. خلي أعملها خلي أعملها بيت معزبنا شيخ أبو سامر الحويان وبيوته ونرحب في يوم جديد والتلفزيون الأردن كلهم حياكم الله. نعم قطرات رمزان يقول حياكم الله عد قطرات الأمزان وعد الرياح اللي تجيب السحابة ترحيبة من زهرة المدن عمان للي ورا شاشاتنا يا هلابة مديرة اللي عالي الصيت والشان عبد الله بن حسين عالي جنابة يلا حيهم جميع العظيم النفس والموت I'm